السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة في حلقة جديدة من حصاد الأيام، وأبرز ما راح نتابع بهاي الحلقة. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة. هواي سمعنا بهاي الفترة أو اللي سبقتها أنه أكو اعتداءات على الصحفيين والكوادر الإعلامية على خلفية نشر الحقائق أو إيضاح معلومات خفية على الجمهور، وما تزال طبعا هاي الظاهرة تسود في هذا الوضع المحرج اللي يمر به البلد من إرباك سياسي وخرق أمني، ضعف تأمين حياة المواطن. هنا المؤسسات الإعلامية اللي تحاول تنقل الأخبار وتغطي هاي الأحداث ما راح يسكتها أي تهديد أو مخاوف أو انتهاك، لكن لابد من أن توضع حدود لهاي الحركات اللي تبث الرعب والمخاوف في قلوب الجماهير. بالتالي راح توصل رسالة مفادها كبت الآراء وسحقها في حال خالفت جهة معينة لا ترغب بالإفصاح عن الحقائق اللي تخفيها عن الجمهور. أما في ملفنا الثاني لحصاد هاي الليلة، في عيد العراق الوطني واحتفاء بمرور 100 عام من استقلال وتحديات المضاعفة اللي رافقت تأسيس هذه الدولة ومراحل الخلاص من الانتداب الخارجي، ورغم هذه السنوات اللي قطع بها العراق أشواط وصل بها للديمقراطية وحدث التغيير أي ما بعد 2003 وتخلص من نظام بائد وجائر عاد في الأرض فساد، لكن أمنيات وأحلام العودة اللي تغذيها جماعات ضالة تحاول إحداث ضجيج مستغلة ما تسير إلها ظروف زمانية ومكانية ما يمكن إلها أن تجد موطئ قدم مع غلاظة الدستور والقوانين النافذة اللي وضعت هذا التشكيل الدموي في خانات الجريمة وحرمة النشاط، وهو ما يعني أن ما جرى كغيره الذي طحن في الهواء. إذن مشاهدينا هذه الملفات راح نتابعها في حصادنا لهذه الليلة ونناقشها مع ضيوفنا الكرام، تفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة. بعد مشاهدتنا لتعرض الفضائيات إلى التخريب بسبب اعتمادها لسياسة نشر الأخبار، لابد من توفير الجهات المعنية البيئة الملائمة للمؤسسات الإعلامية والصحفيين. أكو العشرات منهم من يتعرض للتهديد والقتل بشكل علني أو سري بحسب ما يتداول بين الخبراء والمتخصصين. إذن مشاهدينا راح نتابع التقرير الآتي اللي عادته أن الزميلة نهى الشمري، وبعدها نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا الكرام. في مشهد معقد تعصفه رياح الخلافات السياسية الذي طغت عليه سمة إخفاء الحقائق، توجهت الأنظار صوب المؤسسات الإعلامية بوضع فوهة السلاح أمام ألسن الإعلاميين والصحفيين، فلم تكن ظاهرة التعرض للمؤسسات الإعلامية وتكميم أصوات الحق بغريبة على الواقع العراقي بل وحتى العربي، إذ بلغ أكثر من 500 صحفي عراقي تعرضوا للقتل منذ 2003 بحسب ذوي الاختصاص. مع شديد الأسف أنه أغلب المسؤولين وأغلب الحركات لا تعرف جيداً ولا تقيم معنى العمل الإعلامي والصحفي، ولذلك نجد أنه يعني بعض الانتهاكات التي تمارس ضد الصحفي لمجرد أنه قد يطرح سؤالاً أو يوجه الكاميرا صوب مسؤول معين. أيضاً القضاء أعتقد أنه هو له الدور الحسم في قضية محاسبة كل من يتجاوز على الصحفيين والإعلاميين. الإعلام وكما يسميه البعض صوت المواطن الحر، فإسكاته بعدة طرق مختلفة ظاهرة يرفضها العقلاء فضلاً عن أهل التخصص الذين يطالبون بوضع حصانة للصحفي الذي يدأب لإيصال الحقيقة ويلقي بنفسه في المخاطر، فلا بد من إيجاد حل من قبل الجهات المعنية وتنفيذ قرار القضاء الأعلى بتشكيل محاكم خاصة لشكاوى الصحفيين. ما تتعرض له المؤسسات الإعلامية من تخريب بالنسبة للممتلكات وأيضا التعدي على بعض الصحفيين أو الكادر الإعلامي، هذا يجب أن يكون هنالك وقفة من قبل المؤسسات الإعلامية، من قبل الإعلاميين، وأيضا وقفة من قبل رئاسة الوزراء وحتى من قبل المسؤولين لوقف هذه الانتهاكات بحق الإعلاميين وبحق المؤسسات الإعلامية. وعلى إثر ما تعرضت له بعض المؤسسات الإعلامية مؤخرا من تخريب واعتداء على ممتلكاتها، تعالت أصوات الشجب والتنديد بمساندة للإعلام الحقيقي والصادق. التنديدات والاستنكار لا تجدي نفعا إن لم تكن حماية المؤسسات الإعلامية واقعا بالوقت الذي تتعرض فيه إلى الانتهاكات والتخريب.
نهى الشمري، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف. أرحب بضيفي الكريمين الدكتور عادل كعبي أستاذ الإعلام في جامعة بغداد، حياك الله دكتور، ضيفا كريما. وكذلك أرحب بضيفي الكريم الدكتور عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، أهلا بك دكتور. دكتور عادل، أبدأ مع حضرتك لما نتحدث عن المعايير الإعلامية وإعداد الإعلامي مهنيا وأكاديميا، وبالتالي يؤدي رسالته هسه وبالنتيجة هو بحاجة إلى نقل الخبر، وإن كان مطلوب منه بعض المشاكسة بالتأكيد أنه يعني لازم يستخدمها هذه المهارات الإعلامية. نتحدث عن ردود أفعال تنسجم أو لا تنسجم مع الأداء الإعلامي، وشون توصفنا؟ يعني بالبدء تحية لجنابك الكريم وضيفك العزيز على قلبي دكتور عدنان، قناتكم الحقيقة أنا جدا شاكر لهذه المصادفة التي تمثل لي شيء الكثير. يعني بمناسبة الحديث عن حرية التعبير، هنالك ضمانات قانونية أشار إلى الدستور العراقي، والجميع ملزم بالتعامل مع هذه الضمانات، يعني دولة ومجتمع وقضاء. أي خروقات لهذه الضمانات ينبغي أن يحاسب من قام بهذه الخروقات. وعندنا في البلد جملة من القوانين التي تحمي حرية التعبير، ليس فقط الدستور العراقي، عندنا قانون حماية الصحفيين، ولكن على أرض الواقع فيه الكثير من الفقرات التي لا يمكن أن تطبق. وشفنا نقابة الصحفيين يعني استنكرت العديد من الخروقات اللي صارت، لكن بقى الموضوع في طي الاستنكار فقط. ما حصل في الفترة الأخيرة من الهجوم على أحد القنوات الفضائية بسبب تصريحات أدلت بها مقدمة برامج يعني غير مبررة أساساً. نحن يعني لا يجب أن يتم التعامل مع القنوات الفضائية وتكميم أفواهها، لأن واجب القنوات الفضائية الآن أنا باعتقادي المتواضع أن توضح ما الذي يحصل على أرض الواقع. وتوضيح ما الذي يحصل على أرض الواقع يحتاج أن نقول أن فلان على خطأ وفلان على صواب. معناها أنني أقول عليك أنك لست على صواب مو معناها أنني أتهجم عليك، أو مو معناها أنني أنسب إليك أشياء ليست واقعية، ولكن معنى ذلك يجب عليك أن تتقبل ما الذي يقوله لكي تصحح الموقف. أكو مقولة لعالم فرنسي يقول قد أختلف معك في الرأي لكنني مستعد لكي أموت لكي تدلي بآرائك. هذا معناها احترام للآخر. الرأي الآخر لا ينبغي أن ينظر له على أنه رأي معادي. قد يكون أنا أختلف معك في كثير من الطروحات، لكن هذا مو معناه أنه أفقدك الفرصة لكي تقول ما تريد إلى الجمهور. طيب دكتور عدنان، جد ترحب بحضرتك، ونتحدث أيضا عن البيئة الإعلامية في العراق. هسه رغم ما عندنا لوائح وعندنا قوانين وعندنا حرية تعبير، ولكن نشوف انه هسه اذا كانت الحاكمية والرقابة لربما تنصف الإعلامي فيما يقول ان كان طرحه متوازنا وضمن المعايير، ولكن البيئة الشعبية والبيئة السياسية لماذا تضغط بتكميم الأفواه بهذا الشكل الكبير؟ الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ أحمد ولصديقنا العزيز الدكتور رعد الكعبي ولمشاهديك الكرام. يعني خلي بشكل واضح، اليوم الإعلام في العراق أنا أقول لك بين قوسين لا يمكن أن نسميه ملتزم بالقوانين وملتزم بالإمكانيات التي حددتها المعايير الأخلاقية وأيضا المهنية والموضوعية لإداء عمله، إلا ما ندر منهم. هناك بعض الإعلاميين، بعض وسائل الإعلام تمارس هذا الدور، ولكن من الذي ينظم هذا العمل؟ لدينا هيئة إعلام واتصال، لدينا يعني هيئات يعني خلينا نسميها بعناوين قضائية، بعناوين نزاهة، بعناوين أخرى،
هذه أدوارها الرقابية أدوار ضعيفة، يعني لا تقوم بهذا الدور الكبير على أقل تقدير لتمنع أي حالة من التجاوزات من قبل هذه المحطات الفضائية وغيرها. لكن عندما يشترك الدور الرقابي هنا دكتور في هذه النقطة، ولو هي للشاهد ذكرتها، الدور الرقابي يعني هذه المعايير العامة للبرامج المرئية والمسموعة. طيب ما أيضا المركز العراقي اللي حضرتك أنت رئيسه كان لكم الدور في إعداد هذه اللائحة الخاصة بقواعد البث الإعلامي بالإضافة إلى نقابة الصحفيين اليونسكو وأخذت من البي بي سي، بالتالي تطبيق هذه المعايير يعني هنا راح نخالف الإعلامي، نخالف القناة، نقول ما طبقوا المعايير بالتالي نبرر السلوك الجمعي اللي قام به الجمهور. لا طبعا لو انه اكو ضواغط جماهيريه على الاعلام. الان الموضوع اللي تفضلت به هو جزء من اصل المشكله، احنا نتكلم عن منشآت ونتكلم عن افراد. اليوم عندما نتكلم عن منشآت نتكلم هذا وضع المنشآت. نعم بمبادره كريمه طيبه من هيئه الاعلام والاتصال قبل كم سنه ساهمنا كمركز اعلامي بالعديد من الجلسات الحواريه والنقاشيه، وضعنا مسوده وهذه المسودة صدقت وأصبحت وثيقة مهمة، ولا زالت هذه الوثيقة أعتقد أستاذ أحمد أنت مطلع عليها، لا زالت هذه الوثيقة إحنا بذلنا يعني عصارة جهودنا وإمكانياتنا مع زملاء لنا في الإعلام. ولكن النقطة التي كانت تفتقر إليها هيئة الإعلام والاتصال، كنا سابقا نعمل كمستشارين في هيئة الإعلام والاتصال من المراكز والأكاديميين وغيرهم، وهؤلاء لديهم حالة من إعطاء النصح والإرشاد إلى الإجراءات التي تجري داخل هيئة الإعلام والاتصال، بعنوان أن هؤلاء متصلون بشكل مباشر بهذه المنشآت وغيرها وبالأفراد أيضا. هذا كان يمكن أن يتطور بهذا الاتجاه. أنا أصور المعايير التي وضعت هي معايير جيدة ورئيسية، بل هي حظيت بقبول حتى من المجتمع الدولي عندما ذهبت إلى الخارج عقد مؤتمرات، ولكن واقع الحال يقول تطبيقها في العراق يحتاج إلى لا طبيعة أخرى، لأنه هذه بها نوع ليس نوع من الإلزام، بها نوع من التوضيح لالتزامات وليس التزام يعني قانوني أو ما شابه ذلك. كان يمكن تساعد المحطات والأفراد وغيرهم أن يقوموا بعملهم بأفضل ما يمكن. هذه من جهة، من جهة ثانية نتكلم عن الجمهور. هنا المشكلة اليوم مشكلة الجمهور، من الذي غير ذائقة الجمهور؟ أنا أقولها بكل صراحة. نحن ويدري الدكتور الكعبي وهو أخونا، وأنت أيضا تعلم سيد العزيز وكل الإعلاميين المهنيين يعلمون، عندما كنا في بداية تشكيلات الإعلام كنا نشاهد إعلاما مهنيا موضوعيا، محللين من مستوى راقي يحللون يحترمون الرأي والآخر. الرأي الآخر رأي وإن اختلف معك فهو ليس عدوك، هو إنما رأي يريد يقول قد يكون في مرور الزمن هذا رأيه يكون أصح وقد يكون أنت رأيك أصح، لكن بهمهم أنه تسمع الرأي الآخر وتنوع بالأفكار. وأنت تعلم وأيضا الدكتور الكعبي يعلم أن مركز الإعلامي فتح هذه الحوارات وكان رائد في هذه المسألة، لكن الذوق العام للجماهير مع الأسف غيب بطريقة يعني أو شوه بطريقة غير مسبوقة. لدينا من الصريخ ولدينا من التحشيد ولدينا من التعبئة، وهناك قوى سياسية تستغل هذا الواقع الإعلامي لتبث هذه الحالة من يعني الشعور بالحماسة وبالغضب وبالانتقام وما شابه ذلك. من الذي يقوم بذلك؟ من الذي يساعد هذه الجماهير على أن تتأثر بالإعلام ثم تذهب إلى وسيلة إعلام وتفعل ما تفعل من قضايا لا يقبل بها العقل ولا القانون ولا هم يحزنون؟ فإذا هناك سبب آخر، هو من يجعل هذه الجماهير بهذه الحماسة وبهذا الاعتقاد بأن الإعلام مؤثر بهذه الطريقة، بحيث تكلم لكلمة خلاص انقلبت الدنيا وكأنما يعني هذا ومسحت السماء بالأرض. هاي المسألة جزء منها نتحملها إحنا، جزء منها نتحملها أنه نقبل بأفراد ونقبل بتوجيهات، هذه التوجيهات هي التي تشجع على ذلك. سيدي العزيز تعلم بعض المحطات الصفراء ماذا تفعل، ماذا تريد بالجمهور، يعني اسلوب سلبي من اول بثه الى نهايه بثه، تجعل العراق بؤره من الصراعات، بؤره من الخلافات، بؤره من القتال، بؤره من الاحقاد، احدهما يكره الاخر. يعني انا لاول مره اشوف انما نطلع من محطات قبل سابقا كانت الوديه والاخلاق والمجاملات سائده، الان يطلع وكانما عدوك يباعك ويريد يقتلك الا شويه، ايش بيك يعني صار بالدنيا؟ هذا ما يتاثر بي انا كفرد، هذا الجمهور يتاثر بي. جمهور من يشوفه هيك حد حدي وهيك انسان متحمس وهو يعبئ الجمهور ويكذب على الجمهور ويرسم يعني خرائط ويرسم يعني اساليب لتهييج الجمهور، لا انزل الله بها ما انزل الله بها من سلطان. طيب لذلك انا اتوقع انه اليوم علينا ان نبادر فعلا الى تجذيب
هذه الوسائل الإعلامية من خلال ضيوفها أولاً، من خلال بعض المقدمين المتوترين يعني الموتورين الذين لا يفهمون إلا لغة التصعيد، وكأنما هذه اللغة هي التي تكتب الجمهور وهذا داخل الجمهور، هذا مذاقة الجمهور. إضافة ذلك سيد العزيز، خلينا نتكلم إلى مسألة اقتحامات للرابعة وغيرها، أنا أعتقد هناك أيضاً دوافع سياسية، لا تنسى هذا أيضاً تلعب دور. هناك طيب. دوافع سياسية، دوافع سياسية، السياسة بالسياسة نستخدمها أيضاً. طبعاً طيب. هذا استخدام خاطئ، دكتور. استخدام خاطئ وخطير. طيب. دكتور عدنان، خلي أذهب للدكتور رعد. دكتور رعد، يعني بالأدبيات الأكاديمية يتم تدريب وتدريس طلبة الإعلام على التعامل في مناطق الصراع، في الإعلام الحربي خلينا نسميها، لبس الخوذة وأخذ الحيطة والحذر. هسه هاي متغيرات، لما نشوف أنه انفعال الجمهور راح تدربون الإعلاميين أنه قاعد في محطته، شلون يتعامل مع الهجومات اللي تعرضها؟ عندنا دورات تأهيلية لإرشادات حول التعامل في مناطق، في أماكن الأزمات، مو بس شو اسمه يعني صح، حتى مقر القناة مكان أزمة. لا لا، هي القناة يعني المشكلة الكبيرة عندنا في البلد إنه القنوات الفضائية أصبحت جزء من المشكلة، مو جزء من الحل، وبطريقة أو بأخرى أصبحت مناطق بار للأزمات. هسه خلي يزعلون عليه يزعلون، لكن مثلا هو بدأت تشتغل بطريقة يعني تبتعد كثيرا عن المهنية. إحدى القنوات سبتايتل أنا قرأت رئيس الوزراء ودى برقية تعزية على وفاة قس في الموصل، كتبت هذه القناة ما أجيب اسمها، رئيس الوزراء يكتفي ببرقية تعزية، كأنما تقصر رئيس الوزراء، أنت مو من واجب، أنت تريد روح بالبرامج تحدث بكيفك، لكن في الأخبار في التغطيات الإخبارية ينبغي أن تكون محايد، قول رئيس الوزراء يعزي وبعدين سوي لك برنامج انتقد به رئيس الوزراء، هاي غير قضية. مثلا في إحدى القنوات كانت تتبنى خطاب داعش، تسمي العمليات الانفجارية في بغداد غزوة رمضان مثل ما قالها بيان داعش، وهي موجودة القنوات يمكن بهيئة الاتصالات أيضا راصدينها. داعش في إحدى القنوات ما خسرت ولا معركة، عندما ينتصر الجيش العراقي يقول انتصر الجيش العراقي على مجاميع مسلحة في فلان منطقة، عندما ينتصر داعش تقول داعش انتصر، وبالنتيجة داعش ما خسر ولا معركة إعلامية وهو على أرض الواقع خسر الكثير من المعارك. المشكلة وين؟ المشكلة ينبغي أن يكون هنالك، الآن عدنا احنا نمر في أوضاع حرجة، الجمهور يترقب من يفسر له ما يحصل. هسه عدنا مواقع تواصل بس مو كل الجمهور يثق في ما ينشر في مواقع التواصل، يعتمدون على الفضائيات. وعدنا في آخر الدراسات، أنا حتى قال الدكتور عدنان علي في آخر الدراسات أنه الفضائيات متقدمة على مواقع التواصل، ومواقع التواصل متقدمة على الصحافة وعلى الإذاعة. طيب، لكن أكو فرق، لكن أكو فرق. أي تدخل أو إحنا بحاجة أي إلى دراسة أي لكن جمهور منفعل، سألنا هذه شو نسميه؟ الجمهور سؤال، قلنا له أنت تتابع ميا قنوات؟ قال أنا تابع فلان قناة فلان، أكو ست قنوات مسيطرة على المشهد الإعلامي من 2008 اللي جانا على مقربة من الدراسات، لكن سألناه تثق بهم؟ قال ما أثق. زين، سألناه قلنا له أنت تشوفهم بس ما تثق بهم، ليش؟ قال لين ماكو غيرهم، وبالتالي بطريقة أو بأخرى الجمهور ما يعرضه هذا المضمون يتأثر به. عندنا ثلاثة أنواع من الجمهور، عندنا جمهور متعاطف، وعندنا جمهور معارض، وعندنا جمهور على الحياد، لا متعاطف ولا متعارض. إحنا بعض القنوات هسه هي القنوات قسمت الجمهور، مو الجمهور قسم القنوات، القنوات في واقع الحال هي قسمت الجمهور، هذا موالي القنوات بدأت تعلن عن الجهات السياسية التي تمثلها، وأعتقد هذه كانت نقطة خطأ كبيرة جدا، لأن بهذه الطريقة تقسم الجمهور، فلان قناة يتابعها فلان، فلان قناة يتابعونها فلان الجهة، وبالتالي أصبح الجمهور الذي يتابع قناة تعرض أفكاره ما يهتم لها، يهتم بالقنوات، هاي حتى قاعدة بالعالم، يهتم بالقنوات التي تعرض أفكار مناقضة له. فأصبحت الآن مرور الوقت صارت هذه القنوات منابر للسياسيين يتحدثون بها ما يشاءون، حتى القرار السياسي، الأفكار السياسية بدأت تدار عبر مواقع التواصل وعبر الفضائيات. الخطأ وين صار؟ الخطأ صار أن القنوات بدأت بطريقة أو بأخرى تتقيد بسياسات حزبية، وبدأت تقوم بعملية تلوين للواقع، أكو عندنا نقل الواقع وعندنا معالجة الواقع. الخطأ الكبير صار في معالجة الواقع. أنا خبر الآن عن
دخان من منطقة ما، من قال إن هذا حريق ومتعمد وتبنى عليه رأي أحراق تجتاح بغداد؟ إيش دعوة يعني؟ بدأت القنوات الفضائية تجتزي أحداث من الواقع وتجعلها أحداث للرأي العام، وهذا مو صحيح. طيب دكتور عدنان، أيضا لا ننسى مسؤولية القوات الأمنية في حماية هكذا منشآت، حتى في القناة اللي تعرضت إلى الاقتحام والتخريب، قوات أمنية كثيرة وكبيرة، ليس فقط القوات أو الدورية اللي مكلفة بحمايتها على طول، قوات كبيرة وقوات حفظ النظام، قوات مكافحة الشغب، وبالتالي أنه شفنا الاقتحام ما أعرف يعني تم بالسلاسة، يعني حتى العاملين في هذه القناة ما كانوا متوقعين أنه راح يكون أكو اقتحام لكم القوات الهائل على هذه الأبواب. نعم، هذه ظاهرة غريبة وفريدة، وأنا أقول لك بكل صراحة هذه يتحملها القائد العام للقوات المسلحة، بأن القوات التي تحت أمرته لا تقوم بواجباتها. نعم، أحد الزملاء خرج من قناة الرابعة قبل الاقتحام قال الأمور هادئة بسبب سيطرة القوات الأمنية، وقال لن أستطع أن أخرج من الشارع إلا بصعوبة بسبب الكم الهائل من القوات المسلحة والأمنية التي تحمي القناة. فإذا هناك خلل واضح، هذا الخلل الواضح مع الأسف الشديد يؤشر على أن هناك قيادات، وهذه القيادات الأمنية لا تأتمر بأمر القائد بل تأتمر بأمر الفصائل وما شابه ذلك، كما حصل في فسح المجال للاقتحام، وهذا واضح لأنه ليس هناك أي مبرر آخر أن تمنع هذه القوات وضع أفراد أو تهدئهم أو تعتقلهم في حالة إذا تطورت إلى قضية اعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة. هذا أمر يتحمله رئيس الوزراء بكل سلاسة وبكل وضوح، لا يحتاج إلى أي تفصيل. قيل بأنه اعتقل، ولكن أنا واقع الحال يقول ليس هناك أي اعتقال في القوة المهاجمة، بل وجدنا مع احترامنا وجود احترامنا إلى السيد الصدر، بل وجدنا أن بعض يعني قائد مكافحة الإرهاب وشبهه يرفع صورة السيد الصدر، أي بمعنى هو في داخل حماية منطقة وهو يتعاطف مع المتظاهرين الذين هم من أنصار التيار الصدري. فإذا هذه خروقات، هل حسب هذا الجندي على يعني سماحة لدخول هؤلاء؟ هل حسب القادة على سماحة لهؤلاء؟ هذه إن تكررت فهي ظاهرة غير صحيحة، والكذب بمكيالين، بحيث يكون هناك نوع من الانتقاد الصارم والحازم في حال إذا اعترض الجمهور، يعني اعتراض سلمي على مثلا إداء محطة فضائية بطريقة حضارية بطريقة واضحة، يحتجون يعتصمون يقدمون مذكرة احتجاج، هذا أمر حضاري عادي موجود في كل دول العالم. أما اقتحام وتكسير وسرقة وإهانات وتعريض الموظفين إلى الرعب والخوف والتهديد بالقتل، هذه عملية مستجهلة وغير مقبولة، ولا يمكن أن يقبلها أي إعلامي يعني يريد لمحطة مهما كانت، فهي محطة محسوبة على الفضاء الوطني العراقي. طيب المسارات القانونية دكتور عن نتحدث عنها، يعني لدى القضاء أبواب المحاكم مفتوحة في هيئة الإعلام والاتصالات، تستقبل الشكاوى من السياسيين ومن الذين يتم التطرق أو التجاوز عليهم في الإعلام من الضيوف أو من المقدمين، وأكو مجلس طعن ولجنة استماع وغيرها من هذه الأجهزة الإجرائية. بالتالي ليش احنا نشوف أنه دائما ما نلجأ إلى استخدام طريق العنف؟ يعني آخر إجراء قضائي أنا اطلعت عليه فيما يخص قضية الحوارات والخروقات اللي تصير بها، أنه المقدم البرامج غير مسؤول عن آراء من يجلبهم أمام القضاء، يعني القضاء يسائل من قام بهذه الخروقات. الآن أنا باعتقادي المتواضع وفق الإجراءات القانونية إحنا ما نحتاج إلى من يحرك الدعوة، هنالك فيديوهات موجودة في الفضائيات على مواقع التواصل الاجتماعي، أكو جهة تعلن أنها هي التي اقتحمت الرابع، فما نحتاج إلى أن قناة الرابعة مثلا تقيم دعوة، وإن كان حتى يوم الناس هذا ما شفنا قناة الرابعة قامت دعوة على يعني على التيار الصدري فيما يخص الذي حصل، ما أعرف يعني، ولا شفنا القضاء تحرك حول هذه القضية رغم أن الفيديوهات موجودة على مواقع التواصل موجودة على الفضائيات. إحنا المشكلة الكبيرة اللي تواجهنا، يعني إذا كان عندك متسع من الوقت، أكو خطابين الآن في الساحة العراقية يتصارعان في الساحة ويتصارعان في وسائل الإعلام ويتصارعان في القضاء، خطابين. قبل فترة كان الخطاب الصراع ما بين التيار الصدري والإطار في مجلس النواب، عندما سحبت أو انسحبت الكتلة الصدرية تحول الصراع ما بين الشارع ومجلس النواب،
وفي مرحلة لاحقة ما بين الشارع والدولة. الخطاب اللي يتبناه التيار الصدري هو خطاب ثوري، يقول لك أنا لا أؤمن بالمؤسسات ولا أؤمن بالقضاء ولا أؤمن بهاي التشكيلات السياسية، إنها ممكن أن تحقق الإصلاحات التي أريدها أنا. والخطاب مشبه بخطاب الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية في نهاية المطاف أسست فرق تسمى فرق السلام الوطنية، يأتون بيتهم المقصلة. طبعا بالمناسبة المقصلة تاريخيا اكتشفها طبيب، ومن المفارقات أنه في لحظة رادوا يعدمون به، فيأتون بالمقصلة إلى دائرة معينة، منه الفاسد هنا يطلعونه يعدمونه. هذا يسمونه العنف الثوري. الآن التيار الصدري يؤمن بأنه يتبنى العنف الثوري لكي يحقق أهدافه ومصالح، محاصرة الدوائر، العصيان المدني، الاحتجاجات، اقتحام الدوائر، هاي جزء من جزء من العنف الثوري. المنطق الآخر الذي يتصارع معه هو منطق الإطار، اللي يؤمن بالمؤسسات ويؤمن بالقانون وأن الأمور يجب أن تسير بطرق قانونية. نقاط الالتقاء ما بين الفريقين مفقودة، يعني هي مو اثنين هم يؤمنون بنفس القضية لكن يختلفوا بنفس الأهداف، لا، اثنين هم مختلفين في الأهداف، مختلفين في الآليات، مختلفين في أساليب التغيير. هذا شو يسوي استاذ اذا سمح لي على موضوعنا؟ هذا يمتد من القضاء، من البرلمان الى المؤسسات الاعلاميه. الان عندنا مشكله، بدا التيار او الاطار بدا يصنف المؤسسات الاعلاميه، هذا وياي هذا ضدي. في لحظه من اللحظات ستالين قال من ليس معنا ليس ضدنا. لكن اجى بروجنيف وراء قال من ليس معنا ضدنا. الان في البدايه كان يطبق هذا الشعار، طرفين يطبقون هذا الشعار، من ليس معنا ليس ضدنا. الآن لا، بدأوا يطبقون اللي من ليس معنا ضدنا. ولكن المشكلة كبيرة. حضرتك دكتور رعد والدكتور عدنان بأنه ترتيب الأولويات الإعلامية لربما لعب دور كبير وأصبحت هذه صورة نمطية، أنه التيار والإطار وهذه الأفعال وردود الأفعال. ولكن لا نتناسى حتى من منبر قناة الأيام بأن هنالك معادلا موضوعيا آخر يتم السكوت عنه، ولكن لأجل التوازن الإعلامي راح نفتح الملف الثاني، فتفضلوا البقاء ويانا ونتابع بعد الفاصل مشاهدي الأحبة. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة. أثارت الممارسات غير العقلانية من قبل ثلة تحاول إعادة تسويق نشاط البعث مجددا ردود أفعال وتجمع مع أهمية كبح جماح هذه الممارسات اللي استغلت الظروف الزمكانية لتطلق ساعة الصفر لهذه الأفعال المدانة، واللي اترافقت مع احتفال العراقيين بعيد تأسيس الدولة العراقية. شاهدنا رفع أعلام غير عراقية، شاهدنا رفع لأعلام عراقية ملغاة أم النجوم، وشاهدنا أيضا رفع لصورة المقبور صدام حسين وهتافات باسم البعث. هذه في أي خانة إعلامية راح نخليها؟ وليش تكون هذه الممارسات من شباب ما شهدوا هذا النظام؟ نفتح هذا الموضوع لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل علي حبيب. في اليوم الوطني العراقي حضر العيد وغاب الوطن بعد جملة ممارسات صبيانية لمحتفلين بهذه المناسبة في محافظة الأنبار. أعلام غير عراقية وأخرى علم البعث بنجومه الثلاثة وصور الطاغية صدام وشعارات تمجيد للحزب المحظور بدستور الدولة العراقية. الأمر بقي هكذا لساعات طوال، وجاب هؤلاء مناطق واسعة في مدينة الرمادي دون أي ردة فعل من السلطات الأمنية هناك أو الحكومات المحلية. فالفعل ليس عفويا وإنما يندرج ضمن مخطط يحمل كل مواصفات الحقارة والصلافة وانعدام الحياة، ليصل بهذه الأفعال إلى التدخل فيما بينها بغية إنتاج واقع يتزعزع الأمن على إثره. عل هذه الأمنيات المؤدة من جذرها أن تجد لها حيزا في الفضاء، وبغية إطفاء شعلة هذه الفتنة التي أريد لها أن تتوهج، ألقى جهاز الأمن الوطني القبض على 4 أشخاص مجدوا النظام البائد أثناء هذه الاحتفالات تنفيذا لمذكرة قضائية وفق أحكام المادة 7 أولا. فهذه الجريمة النكراء التي جدد فيها صبيان التصرف وصغار العقول العهد وإعطاء البيعة لحزب البعث تهدد الاستقرار المجتمعي، فضلا عن إساءتها لملايين من الشهداء
الذين ارتقوا إلى عليين جراء رعونة المعتوه صدام في حروبه الكارثية مع دول الجوار وأزماته الداخلية. علي حبيب، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وجدت ترحابي بضيفي الكريمين الدكتور عادل كعبي والدكتور عدنان السراج. دكتور رعد، نتحدث عن ما حدث في محافظة الأنبار. هسه مواطنين محتفلين بعيد الدولة العراقية، جبنا الأعلام وجبنا الصور ويعني سوينا فد أرشيف تاريخي لممارسات. هسه في الملف الأول شخصنا الموضوع سياسي وشخصنا التيارات السياسية اللي كانت هذه ردود أفعال. نقدر نخلي هذا المعيار نطبقه في هذا الملف الثاني ونقول انه هذا صراع سياسي بين هذه الكتل؟ يعني احنا حتى نكون اكثر انصاف واحنا على الجو واحنا مسؤولين عما نقول. اكيد الحقيقه اكو بعدين بالموضوع. هسه لماذا ظهرت اعلام وصور صدام في المناطق الغربيه ولم تظهر في المناطق الشيعيه او الكرديه؟ حتى نكون اكثر صراحه، الشيعه والاكراد كانوا الأكثر تضرراً من صدام من غيرهم. ربما تضرر مناطق الغربية لكن التضرر لم يكن بالمستوى اللي في لدى الشيعة والأكراد. هنالك حواضن، يجب أن نعترف أن هنالك حواضن للبعث موجودة في هذه المناطق وهذه الحواضن فعالة، وهنالك أجندات تنفذ من الخارج ودعم موجود لها، دعم مالي، دعم أمني، دعم بالسلاح، دعم غير تفاصيل. البيانات التي صدرت من حزب البعث في الفترة الأخيرة لم تقرأ جيدا لا من قبل المؤسسة السياسية ولا من قبل المؤسسة الأمنية. لو قرأت بطريقة صحيحة، أنت تعرف جنابك، أنت أيضا كنت طالب بالإعلام وتعرف في تحليل المضمون نقدر نفسر ما الذي أراد أن يقوله القائم بالانتصار وما الذي يضمره للمستقبل. لكن البيانات ما قرأت بطريقة صحيحة. من ما قرأت بطريقة صحيحة بدأنا نتفاجئ بما يحصل. الكثير ممن رفعوا أعلام صدام، أنت جنابك بالتقرير هو بالتقرير قال ما عاشوا، أو جنابك قلته ما عاشوا مرحلة صدام، لكن بعضهم يعني رد فعل على الانتكاسات اللي شهدوها من القوى السياسية اللي موجودة، فيريد يرفعون وكأنما هم مو مقتنعين بأفكار البعث وأفكار صدام، ولكن يريدون أن يضربون القوى السياسية الجديدة اللي موجودة ويحاسبونها على أخطائها. هي مو بس على الشسمة، احنا جاي نلاحظ على اكو مواقع موجودة الآن، اكو موقع اسمه ريليز على الفيس ينشر دائما مشاهد لصدام. زين هذه المشاهد وحي له يتحدث، هذه المشاهد عمره الآن حوالي 50 سنة. صدام في نهاية الثمانينات يتحدث مثلا بالمجلس الوطني، يتحدث بما يسمى البرلمان، قبل هو كان يعني كرست وعمل شكلي يتحدث. زين من احتفظ بهذه الأفلام؟ من يقوم بنشرها بعد 50 سنة؟ ما هو الهدف من النشر؟ حلتنا إلى مواقع التواصل الاجتماعي. هاي الريلزات دكتور عدنان يتحدث عنها الدكتور الكعبي، و بالإضافة إلى المبررات لنفس الأشخاص بعد أن تم إلقاء القبض عليهم والشعارات اللي أطلقوها بإعادة العراق لحضن العربي، يعني شعار ما يقول لك أنه يعني شوف شلون متوازن وشلون دقيق، إعادة العراق لحضن العربي، وأكو تفاعل أيضا عبر منصات التواصل الاجتماعي مع هذه المنشورات. احنا لما نحكي من 2003 وتغيير ولحد الآن ونشوف أكو رجوع ونكوص وتراجع، هذا شو وقت راح نبني دولة مؤسسات؟ سيدي العزيز، التفاصيل كثيرة في هذا الموضوع وما تفضلت به وتفضل به الدكتور رعد، والعديد من التفاصيل بهذا العناوين موجودة، لكن واقع الحال يقول لماذا بدأ يعلو صوت هؤلاء، لماذا بدأ فعلا النفوذ السعودي والإماراتي يطفو على الأرض. يعني صحيح مثل ما تفضل السيد الكعبي الدكتور كعبي بأن في المناطق الغربية الحاضنة جاهزة لرفع العلم السعودي أو رفع صور صدام حسين، ولكن في المناطق الشيعية أيضا استمالوا البعض وقاموا يهتفون برا إيران، وما حصل في حرق القنصليات الإيرانية هذا كله لحد هذه الزيارة الأربعين دكتور، يعني جهات صرحت ودعت إلى عدم رفع أي علم غير العلم العراقي. طبعا هذا موضوع آخر، احنا نتكلم عن مسألة البعث
اليوم عندما يعني تم تجريم حزب البعث بعد 2003 لن يكون تجريما عاطفيا، انما بناء على ما مارسه حزب البعث وافراد من حزب البعث لحق الشعب العراقي فكرا وممارسه ومواقف وافراد وسلوكا. وبالتالي عندما يصدر الدستور العراقي يعني قانون بمعنى مساله العداله الانتقاليه ومساله تحديد حزب البعث واجتثاث البعث وقوانين البعث، هذه لن تكون يعني قوانين هي شعبتيه. حصل في عديد من دول العالم الأفكار الهدامة، الأفكار الخطيرة التي تهدد أو التي هددت والتي سببت في دمار الشعوب، هذه يحكم عليها بعملية المعاقبة وغير ذلك، كما حصل مع النازية، مع الفاشستية في فاشستية إيطاليا، في اليونان، في يوغوسلافيا، العديد من الأفكار التي طرحت ووئدت بهذه العناوين. في العراق كان يراد للبعث أن يكون بهذا الشكل. التهاون بدأ مع الأسف الشديد بشكل واضح. الذاكرة العراقية في مسائل إجرام البعث وصدام وزمرته لن تكون بالمستوى اللائق، ولا أصلا أكون هناك شيء اسمه الذاكرة العراقية، ولا أكون هناك شيء اسمه الجيل الجديد يفهم أنه هذا الحزب ليس عداوة، ليس حقدا. نعم قد يكون نحن متألمين وحاقدين، ولكن واقع الحال ممارساته خطيرة ليس على جيلنا إنما حتى على الأجيال القادمة. فلذلك سمح المجال أن تكون لهذه الأفكار أن تعيد نفسها بعناوين فساد القوى السياسية، وطبعا هذا كان أحد الأساليب البحثية أيضا. طيب. هي في مسألة إسقاط الواقع السياسي العراقي ورموزه. طيب. وخصوصا الإسلام السياسي ورموز الإسلام السياسي. طيب. هذه كانت ضمنها الخطة. لذلك أخي العزيز نحن نحتاج إلى وقفة بالأساس، يعني هؤلاء يخرجون النتاج لمشروع، لا يخرجون لحالة عاطفية مع صدام حسين أو رفع العلم السعودي حبا بالمملكة العربية السعودية. التصدي موجود، ولكن الفكر كيف يكافح. خليني أستقبل اتصال عبر الهاتف من الشيخ سفيان العيثاوي مستشار محافظ الأنبار لشؤون المصالح الوطنية. حياك الله شيخ سفيان. نتحدث شيابنا يقولون ضايقين اللوعة، نتذكر المنصات اللي حدثت في الأنبار وأدت إلى ما أدت إليه لولا حكمة ورصانة وهذه. انقطع الاتصال، عيدونا المحاولة الشباب. خلينا نتصل بشيخ سفيان العيثاوي. أستاذ أحمد بالمناسبة بعد إذن أستاذ الكعبي، خلينا نروح للكعبي. لابد أن ندين عملية اغتيال الشيخ المجاهد الشيخ خالد الملة يعني في البصرة، وأيضا رجل لمواقفه ضد البعث وضد كذا ورجل الاعتدال. هذه مسألة تعتبر أيضا في غاية الخطورة لأساليب البعث في محاربة أمثال هؤلاء الواضحين. إذن يعني هذه أجندة حضرتك تحدثت عنها، ونتحدث أيضا عن الدستور دكتور رعد، الجرم بأشد العقوبات اللي تمجد الحركات أو القنوات وغيرها اللي تمجد النظام المقبور. رجعنا للاتصال، استأذن منك دكتور رعد. شيخ سفيان حياك الله، تنضم معي عبر الهاتف. نتحدث عن ما حدث في الأنبار يعني، وكان أيضا موقف لوجهاء وشعب الأنبار الكرام، موقف مشهود لمعالجة هذه الحالة. شنو اللي صار؟ أيضا انقطع الدكتور كعبي. الدستور العراقي شدد العقوبات على من يتعاطى مع البعث، وبالتالي نجد أن هكذا ممارسات، وأيضا أكو فد غطاء يقول لك حرية التعبير. يعني هو الدستور العراقي بالمناسبة بالبدء منع عودة حزب البعث بأي صورة كاملة لممارسة النشاط السياسي. في بعض الدول طبقت نظرية الفصل السياسي، يعني الذين ينضمون مثلا طبقت هذا الفصل السياسي، طبق في ألمانيا، طبق الفصل السياسي في مصر مدة محددة وراها يسمح لهم بمعودة النشاط. احنا الدستور لا منع نهائيا أي عودة بأي مسمى لحزب البعث، طبعا لما قام به بتاريخ الدموي في العراق. في مرحلة لاحقة عندما الأمور يعني بدأت تظهر شيئا ما، الدستور يعني صدر قانون يجرم الانتماء لحزب البعث، ويعتبر أي ممارسة لحزب البعث أو أي ممارسة لتمجيد لحزب البعث أو النظام السابق هي ممارسة يجرم عليها القانون، بشرط أن تكون هنالك واقعة وأن تثبت هذه الواقعة. حتى الهيئة لازالت مستمرة. أنت على مستوى أستاذ، على مستوى سياسيين يظهرون بالقنوات الفضائية يتحدثون بإيجابية عن حزب البعث ويتحدثون بحنين جارف عن تلك المرحلة، لكن المشكلة أنه لم يسائلهم أحد
وبالتالي الناس تجرؤوا لان السياسيين لم يسائلهم احد. احنا خلينا نكون على يعني على وضوح اكثر. الحديث مثل هذا الحديث كان يفترض ان بالبدايه يوقف. يعني انت لو حلت مجموعه مثلا من الذين يتحدثون في الفضائيات او الذين يتحدثون من السياسيين على مواقع التواصل، حلتهم الى القضاء بتهمه تمجيد حزب البعث وتمجيد النظام السابق، كان انتهت القضيه، ما فتحت الباب، لكن انت لما تماهيت عن هؤلاء بسبب ظروف كثيره، فتحت لهم الباب لان يطلعون بسيارات ويرفعون اعلام ويرفعون صور وكذا، واحدى السيطرات ايضا في احدى المناطق رفعت الصوره مال الطاغيه المقبور. انت تركت الباب مفتوح من ما حسبت هؤلاء، تركت الباب وكانما انت قابل عن هذا الموضوع، هم اخذوها من باب حريه التعبير، هي مو حريه التعبير، هي اكو ثوابت متفقين عليها في البلد. طيب. الحقيقه يعني اللي يعيشون بالمنطقه الغربيه الان سواء القوى السياسيه او الوجهاء العشائر يواجهون مشكله كبيره جدا، وهم يعني قدر استطاعتهم جاي يقاتلون، لكن القضيه اكبر، يعني اكو دعم من الخارج، اكو انجندات من الخارج تعمل على تفخيم يعني حزب البعث ويعني تحجيم اخطائه وتضخيم ما حصل في عهد النظام السابق. طيب. وتضخيم الاخطاء السياسيه اللي موجوده. طيب. حاليا هذا السؤال الحين للشيخ سفيان العيثاوي، حياك الله الشيخ سفيان، نعتذر انقطاع الخط وياك. والدكتور الكعبي يتحدث عن جهودكم المبذوله رغم كل الجهود اللي تقدموها، لكنه اكو اجندات تمارس على هذه المحافظات وتريد تحيي يعني طغيان حزب البعث. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام وضيفكم الكريم. طبعا ما تحدث به ضيفكم الكريم كلام واقعي ويدل على حرصه وطنيته. اليوم العراق الجديد يجب ان ياخذ حكومه بنظر لاعتبار الحكومه السابقه التي كانت تمارس الظلم والاقصاء وشتى انواع الجرائم اللي طبعا اخترتها في تلك الفتره. طبعا احنا تفاجئنا كعشائر الانبار المصديه للارهاب وبصفه الناطق الرسمي ومستشار محافظ الانبار بهذا، هو يوم وطني، لماذا رفعت رايات لدول اخرى؟ لماذا رفعت صور لنظام سابق؟ لماذا رفعت اعلام النظام السابق؟ من اين دخلت واين روجت واين تم التهيئه لهكذا اجواء؟ طبعا هذا موضوع يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار ويجب ان نقف عنده، بان اليوم هذه كانت رساله من البعثيون النظام المقبول بانه اليوم اكو تنظيم في داخل المحافظات التي طبعا لاحظنا بانه من ضمنها محافظه الانبار. اليوم انا في بغداد صراحه رايت على احد العجلات صور لصوره للرئيس النظام السابق، طبعا تفاجات في منطقه المنصور. نعم. حقيقه يعني وصوره كانت ملصقه على اللوحه الخلفيه للسياره. فهذا الموضوع يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار ويجب ان يحاسب كل من يحاول ان اليوم ان يبعث برسائل من خلال محافظه الانبار. اليوم محافظه الانبار محافظه شهدت تنظيمات ارهابيه وقتل وتهجير ودمار للبنى التحتيه، كانت رساله الهدف منها ايصال رساله لرغد وجماعه رغد مع النظام السابق بان اليوم هناك تنظيم، هناك تنسيق، هناك عمل، هناك ربما مفاجآت اكبر من هذه المفاجاه اللي طبعا احنا تفاجئنا بها. هذه هي مقدمات واضح وصريح، رافض لكل هذه الاشكال والشعارات. الشيخ سفيان يعني اذا انتم راصدين هاي مقدمات، تتوقعون لربما اكو تطور بهاي الاحداث؟ وشنو الاجراءات اللي متهيئين لها سواء على مستوى عشائري او على مستوى حكومه محليه؟ الاصيله التي ساندت ودعمت ووقفت مع الحكومه المركزيه ومع النظام الجديد لا يمثل، الذين خرجوا لا يمثلون وجهه نظر الانبار. طبعا احنا نقدم اعتذارنا الشديد لكل من اقترف النظام السابق بحق ابناء الجرائم في تلك الفتره وفي تلك الحقبه. الاجراءات كانت واضحه وصريحه، اخذت القوات الامنيه على اعتقاد التحقيق بهذا الموضوع. هناك عدد من المعتقلين داخل الزنزانات والتحقيق مستمر وبقوه. طبعا هذا الموضوع يجب ان لا يترك، يجب ان نتابع، يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار اليوم الانبار الجديده التي هي اليوم نفتخر بان اليوم هي محافظه الامن والامان والسلام والطمانينه. طبعا هؤلاء لا يمثلون شعب الانبار وعشائر وتوجهات محافظه الانبار، كون الانبار محافظه عراقيه
تؤتمر بأمرة الحكومة المركزية، ولا يمكن لأي أحد بأن يوم يحاول أن يصبغ هذه المحافظة. أشكرك شكرا جزيلا الشيخ سفيان العثاوي، مستشار محافظ الأنبار لشؤون المصالح الوطنية والمتحدث باسم عشائر الأنبار. سريعا حضرتك دكتور عدنان، نتحدث عن ما قام به جهاز الأمن الوطني وما يعني من إلقاء القبض على هؤلاء الشباب والأنجدة اللي يمثلوها، وأيضا انفلات وعدم تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي اللي أسهم إسهام كبير في نشر هكذا فعاليات منافية. صحيح، شوف اليوم الواقع السياسي في العراق وإجراءات الدولة العراقية والحكومة العراقية في قوانين أو في يعني خلينا نسميه مواد دستورية واضحة لن تكون بشكل صارم وجدي وحقيقي. يعني خلي احنا ايضا في نفس الوقت لا نضخم الامور انه البعض بهذه القدره، ولكن البعض يخبث بمؤامرات ومشاريع لئيمه بالتعاون مع دول الخليج. يعني هذا التقارب يرفع علم سعودي وياها صور صدام حسين، يعني شنو هذا الشيء اللي هو ما حد ما قضى على صدام حسين الا هاي القوات الامريكيه اللي جت من السعوديه. فلذلك يشوف هذا التناغم الموجود بين هذه الاطراف سببها التهاون في تثقيف الناس وتوعيتهم ورفع مستواهم. ما اقول لك انه هذول رفعوا يمثلون كل اهالي الانبار، على العكس اهالي الانبار اكتووا ايضا بنار داعش وبنار البعث وغيره، لكن بشكل عام هذه مستفزه للمشاعر. نعم. لانه صدام ساهم في العديد من المجازر الرهيبه بحق الشعب العراقي شماله وجنوبه وغربه وشرقه، وبالتالي رفع هكذا صوره في هذه الايام يثير العديد من المشاعر الجياشه التي يعني تختمر في الصدور، وهذا يعني فرقه بين الشعب العراقي، يعني تمزيق لوحده الشعب العراقي. هاي مسؤوليه منه؟ مسؤوليه الامن الوطني، مسؤوليه القوى الامنيه في المحافظه على السلم الاهلي. نعم. لان هي رفع صوره شيء بسيط، ولكن اثارها ومثل ما تفضلت هناك مواقع التواصل الاجتماعي، هناك ذباب الكتروني، هناك جيوش الكترونيه تعمل بشكل واسع على ترويج هذه المساله من اجل اثاره الفرقه بين الشعب العراقي، وهذه نعم. من اخطر الامور التي يجب ان ينتبه لها الناس. نعم. انه اثاره الحقاد بين مكونات الشعب العراقي هي احد المشاريع التي تراد بها السلم الاهلي والسلم المجتمعي. اشكرك شكرا جزيلا الدكتور عدنان السراج، رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، على هذه الإثراءات في الملفين. وشكر كثير حضرتك الدكتور علي الكعبي، أستاذ الإعلام في جامعة بغداد، على هذه الإثراءات المعرفية والإعلامية. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. في أمان الله.